عليكم ورحمة الله، معاكم أشجان من صفحة ومدونة هوم فيرز. هنعمل مع بعض أقزام العمليات الحسابية في فلسفة والدورف. دلوقتي هنقص مع بعض، هو أنا مجهزاهم كلهم بس هنقص مع بعض واحد عشان نعرف إزاي بنعمله. ممكن بطريقتين، ممكن إن أنا أخد القزم اللي أنا هشتغل عليه، ده القزم ده اللي هو اسمه الأب من صفحة مونتسوري كاربنتر، اللي هو اكبر واحد في الاقزام عندها. ممكن ان انا اخد ده كده واحطه على القماش والف القماش كده لحد ما اجيب الطرف ده فوق الطرف التاني مثلا بنص سنتي كده واقص. ممكن طريقة تانية ان انا باخد الابعاد، تقريبا انا عاملاهم المقاسات بتبقى الغطاء الرأس اللي هو ده القاعدة دي بتبقى 9 سنتي، والطول من اول هنا لحد اخر القاعدة 9.5، والجسم بتاع القزم اللي هي دي من هنا كده 4.5 وكده 8.5. فليكي حرية الاختيار ان انت تعمل كده او كده، انا بشوف ان دي اسهل وبتطلع مظبوطة جدا. هنطلع القزم القماش على القزم شوية لان انا هغطي الرقبة، لو انت مش حابة هتعمليه على قد الجسم كده على طول. بنلفه كده اهو، ولما بيجي على بعضه هقص. ممكن تعلمي بقلم، ممكن تقصي على طول. هقص بالشكل ده كده تمام. بعد كده هشيل دي خلاص اهي، انا عارفه دلوقتي اهو مثلا انا هقص من هنا. ممكن تعملي علامه او تقصي على طول كده اهي. يبقى انا كده عندي الجزء اللي هو هيتحط على جسم القزم نفسه ويغطيه. لو اطول شويه انا ما عنديش مشكله، احسن ما يكون اقصر. تمام كده، هعمل بقى غطاء الرأس بتاعه. باجي من طرف القماشة، المفروض ان انتي تقصي كده على طول بحيث ان هو يطلع معاكي المثلث، بس احنا فعليا مش هناخد كل ده، فهنعمل يعني كخط وهمي مثلا او ترسميه بالقلم كده، وتروحي قصة بقى عرض القماشة او الاسهل اهو، لان انا عايزاه طويل شوية كده، وبنلفه على الرأس كده تمام، وبنقص الزيادات. بس زي ما قلت ده بيخسر كتير من ورا، المفروض ان احنا بناخده مثلث بضلع كده. ده كده يطلع الشكل اللي احنا محتاجينه بالظبط. انا الشكل اللي انا عايز اعمله هيبقى متني الطرف بتاعه كده وهيتلف كده ويتخيط. دلوقتي يلا نبدأ مع بعض نخيطه. الناس اللي ما بتحبش الخياطة تقدر في المرحلة دي تستخدم مسدس الشمع وتلزق القماش كده، يعني نحط على الجسم ونلف كده ونلزقه على بعضه كده، ونفس الحكاية مع غطاء الرأس. الناس اللي بتحب الخياطة بقى نبدأ مع بعض. بسم الله، ده خيط القماش، خيط خياطة عادي خالص. هنيجي من فوق من هنا كده، هدخل من الظهر الإبرة، يعني انا سايبه بالظبط 2 ملي، وهبتدي اعمل غرزه استراجه العاديه خالص اللي هي بدخل كده وبخرج اهي. تمام، هعمل ايه بقى؟ هخلي ده لجوه الناحية اللي انا ابتديت منها اللي هي فيها العقدة بتاعت الخيط دي، هخليها لجوه وهلف القماشة كده تمام، وهشد الخيط ده كده كويس جدا بالشكل ده بحيث ان هو يلم على جسم القزم كده اهي، وهبتدي بقى اثبت دي كده في بعضها من هنا اهي الابرة. هاخد الطرف ده مع الطرف ده واشد كويس وهبتدي اخيط دي مع بعضها كده اهي اهي. هعمل كده واحدة كمان
كده انا عملت الهدوم. دلوقتي هنعمل مع بعض غطاء الرأس. انا حابة ان هو يكون شكله فيه تانية كده من قدام، يعني يبقى بالشكل ده كده كده تمام. الاول هنعمل العلامة الحسابية، القزم الاحمر اللي هو قزم القسمة، فهناخد اللي هو دي كده عشان ابقى عارفة المفروض ان انا اعملها هنا كده. هعمل الخيط مثلا هنا كده، كده اهي العلامة بتاعت القسمة تمام. هقفل الخيط من ورا كده، خلاص العلامة عندي جاهزة. هبتدي دلوقتي اخيط غطاء الرأس. هاتني دي كده وهاخد رأس القزم اهي احطها عليها واشوف المقاس عندي هحتاج ان انا اعملها ازاي. اهي بالظبط هخيط من على الحرف، وانا هستخدم نفس الغرزة اللي هي بتاعت البطانية، فكده ان شاء الله تطلع مظبوطة. اهي هشيلها كده من هنا وابتدي اخيط. احنا خلاص خيطنا غطاء الرأس كله. بقى بالشكل ده اهو. هنلبسه بقى طبعا الظهر، هيبقى فوق الظهر ده كده اهو. نقدر ان احنا نثبته بمسدس شمع او نسيبه، نقدر نشيله ونحطه كده. ده جاهز اهو. هكمل انا خياطة الباقيين وبعد كده هرجع لكم. انا خلصت كل الاقزام ورجعت، خلاص ده اخر واحد. هنلبس كده، وزي ما اتفقنا ان احنا ممكن نلزقه بشمع او نحطه بس من غير شمع. لو هنلزق بشمع بنحط الشمع على الخشب هنا كده، وبعدين بنلبس ده كده فبيثبت في الشمع. وكده نبقى خلصنا خلاص اقزام العمليات الحسابية كلها، علشان نعرف ازاي نحكيهم او نحكي الحواديت بتاعتهم ونقدمهم. هتلاقوا ان شاء الله الحدوتة بتاعت اقزام الحساب على رابط المدونة www.homeferris.us.